بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بادئا ببدء أشكر القناة مع 5 تي في للاستضافة في هذه المساهمة، إن شاء الله اللي غادي تكون مساهمة للسدة العالية بالله أولا وللشعب المغربي قاطبة على الذكرى للمسيرة الخضراء. الله ينصر سيدنا. في زمن كثر فيه الصراخ الذي لا يحمل صدى ولا يهدي سبيلا، تأتي هاته الصرخة مملوءة بصدى الصدق وتعبيرا عن واقع معاش، ولا صرخة بدون صدى، وبالصرخة الصادقة تقاس روح المواطنة. دمت في ركاب الأمان يا مليك المغربي، دخلت قلب شعب يهنئك نعم الاسم والملك والنسب، بادرت فأحسنت يا ابن الحسن، ستبلغ مناك بشعب بلغ بك مناه. سر على بركة الله، تحيي الدين، توحد الوطن، تمحي الظلم، تقف القوائم ويعلى الجدران. أنت ونحن في أمان على مر الزمان، هذا عصر العمل فيه يهجر الملل بالمالك العظيم مالك العمل. أين الطاقة البشرية؟ أين الضمائر الحية؟ هيا نساند الشعب البطل. طال النوم وخيم الكسل، وجاء الصبح مبشرا برحيل الفقر والحرمان. الكل للوطن وللمالك ابن الحسن، أرواح الشعب هدية. الله يبارك في عمر سيدي. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ما 5 تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.ma5tv.ma.